تمثل ليبيا نموذجا واضحا على محاولات قوى الشر السيطرة على ثروات ومقدرات الشعوب من خلال إشاعة الفوضى وهدم مؤسسات الدولة الوطنية. حاليا يخوض الجيش الوطني الليبي معركته الكبرى لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة التنظيمات الإرهابية المختلفة التي تعمل لصالح كيانات إقليمية. نتابع المزيد في هذا التقرير. تبدو الحالة الليبية من بين أكثر النماذج التي شهدتها المنطقة العربية ما بعد 2011 لكي تجسد الصراع ما بين الدولة بمفهومها الوطني العلمي المنضبط الحديث وما دونها من نماذج لتشكيلات وتكوينات تبدو العلاقة بينها وبين الدول علاقة الشيء ونقيضه. هنا شرق ليبيا حيث لفظ الليبيون فوضى الميليشيات وانصهروا مع الجيش رغبة في أن يعودوا بأرضهم إلى حاضنة الوطن، أن يبدلوا خوفهم أمنا، وأن يبقوا حمل السلاح حكرا على الدولة عوض أن يكون السلاح في يد الجميع حيث سمحت المجتمعات فيما قبل الدول. نحن هنا من قلب مدينة درنة من الطريق الساحلي لهذه المدينة التي كانت من بين أهم العقبات التي اعترضت طريق القوات المسلحة الليبية لتحرير مدن الشرق الليبي بأكملها قبل أن يخوض غمار عملية عسكرية موسعة أيضا في الجنوب، وهو الآن في هذه الأشهر يخوض غمار عملية عسكرية كبرى في الغرب الليبي. درنة التي كانت تؤوي عشرات وربما مئات وأحيانا في بعض التقديرات آلاف الإرهابيين الذين كانوا يتمترسون في قلب المدينة فضلا عن الذهاب إلى بعض الكهوف في جبالها. هذه هي مدينة درنة التي عرفت طريق الحياة من جديد بعدما تمكن الجيش الليبي من تحريرها كآخر مناطق الشرق الليبي التي تمكن الجيش من تحريرها وإعادة الحياة إلى طبيعتها. صحيح أن بنغازي كانت المعركة الأطول التي خاضها الجيش الليبي لتطهيرها، لكن درنة تبقى ذروة سنام الشرق للتائقين إلى الوطن ودفئه. هذه درنة التي كانت تؤوي آلاف الإرهابيين من بين الأكثر خطورة. هنا كان هشام عشماوي يمضي أيامه ولو هاربا، وهنا سيقضي ما تبقى من أيام. لكن إن نحن عدنا سويا إلى تاريخ ما جرى في ليبيا ما بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل معمر القذافي، فإننا حتما سنفتش في حقيقة الدور القطري هناك. تاريخيا لم تكن العلاقة سيئة بالمرة بين الدوحة وطرابلس إبان حكم العقيد معمر القذافي، هذا إن لم يكن بين نظامي الحكم تاريخ من التنسيق المشترك أو إن شئت التآمر المشترك. أعرف أنها لولا مساعدة الناتو لما تمكنا من تحرير شعب ليبيا. ما الذي حدا بقطر أن تقلب لحليفها ظهر المجن ثم تذيق الليبيين من صنوف المعاناة وتقضي بخسة على جسد حليفها؟ هذه صور لوثائق توضح دخول عشرات العسكريين القطريين إلى أحد الفنادق في شرق ليبيا. ذهب القطريون إلى شرق ليبيا ليعودوا بخفي حنين، وليتهم ما ذهبوا. قد يقول القطريون أو أولئك المنبرون للدفاع عنهم إنهم انقادوا لدعوة الناتو، ولا يعلم أصلا ماذا في طبيعة العلاقة التي تجعل دولة تتحدث بمنطق الاستقلالية والانحياز للشعوب تقرر الانجرار لتكون مخلب القط الذي ينهش جسد دولة ويمزق أحلام شعبها. أم إن السير خلف نزوات الاقتصاد في ليبيا كان المحرك الأساسي للتدخل القطري مالا وأفرادا وعتادا وشراء لبعض الأظهرة هناك؟ ليبيا طبعا تمتلك كمية هائلة من الغاز في باطن الأرض، وقطر الغاز تمتلك غاز قطر، لكن الغاز ينقل عن طريق النقلات، فتكلفة الغاز حتكون كبيرة. لكن بالنسبة لليبيا الغاز موجود وممكن ينقل عن طريق الأنابيب عبر البحر، حيكون أقل تكلفة. فقطر خائفة من هذا الأمر، لذلك سعت في سبيل زرع الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين ليكونوا هم أنفسهم أداة تنفيذ لأجندة قطر في ليبيا، وتهيمن على مقدرات الشعب الليبي سواء كانت استثمارات الليبية في مجال النفط أو مجال الغاز. منذ أن أطلق الجيش عملياته العسكرية الرامية لتحرير غرب ليبيا والعاصمة المختطفة، أدرك الليبيون أن الصبح يتنفس، ليستنشق الليبيون هواء الوطن النقي العليل كما استنشقه أقرانهم في الشرق، وليدرك أولئك الذين أنفقوا ولا يزالون من أجل تقطيع أوصال ليبيا أنهم سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أحمد أبو زيد، درنة، لإكسترا نيوز.